السلام عليكم، انا سامية بن عيضة، عمري 17 سنة، عندي ثانية بكالوريا، كنقرا في مؤسسة الثانوية المربوح الإعدادية اللي كتواجد بالضبط في نواحي قلعة سراغنا. المهم انا مشكل عندي مع مدير المؤسسة اللي انا كنت لبست النقاب ذاك العام، وهو مني رفض قال لي لا ما تقرايش عندي بالنقاب. كنت انقاطعت لمدة شهر، وكما كتعرفوا يعني اولى بكالوريا هي سنة إشهادية، كان عندي الجهاوي وانقطعت يعني في الفترة الأخيرة اللي كانت خصني أنا نكون يعني كنستعد للجهاوي، يعني انقطعت بدون تفكير حيث أنا يعني فضلت يعني النقاب على أنني نحيده. هذا ما كان يعني فاش أنا صافي الأساس بقاو شي يقولوا لي رجعي رجعي باش غلقوا يعني حل، ولكن ما كانش حل، يعني كان غير مؤقت داك الشيء، يعني بقى شاد معايا الضد وقال لي لا ما غاديش تقراي بيه. صافي يعني رجعت يعني بحال غير بزز كندخل بزز فيما كان نكون داخله هكا مع الباب تيوقفني يعني كاستثناء زعما من دون التلاميذ كاملين، تيقول لي انت هادي غادي تمشي عند المدير الاقليمي، غتمشي عند يعني واي شخص هو كيصيفطني عنده ديجا كيكون تواصل معاه من قبل، وتيقول ليه يعني منعهم هكا. انا حيت مني مشيت قال لي لا هاد اللباس الايراني ما بغاهش الدوله، قال لي هاد اللباس الايراني ما بغاهش الدوله، يعني قال لي ما عنده فين غادي بيك، اشنو بدل فيك، اشنو دار لك، يعني لشي هضره اللي ماشي ديال انسان واعي بطبيعه الحال ولا قاري ولا فاهم الدين. لا لا ما وقعناش مع صدمات الحمد لله، يعني احنا بشهاده الجميع يعني معترفين انه حسن السلوك وحسن يعني التربيه، وما عمرنا زعما تطاولنا على شي استاذ لا خارج المؤسسه لا داخلها، والحمد لله يعني ما لقيناش مشكل، ما عمرنا زعما يعني قللنا الاداب على شي واحد ولا الاباء ديالنا بطبيعه الحال يعني شحال هذه، يعني الناس ما كانوا يعني ما قارينش يعني ما عارفينش بالزربه، يعني كيبقاو عليهم بالهضره وهذه بالزربه تيتبدل الراي ديالهم. بحال انا الاب ديالي قال لي لدرجه انه فاش خرجنا من المديريه قال لي واه فعلا يعني يعني باش تعرف انهم يعني بمعنى سيطروا لي على دماغه، قال لي فعلا يعني قراي غير بالخرقه. قلت لي لا ما يمكنش نقرا انا بالخرقه. قلت لي يلا الاب ديالي نمشيو صافي يعني، وهو صافي ملي انا شرحت لي الموضوع اكثر وقلت لي راه ما يمكنش لي انا نحيد النقاب ابدا، يعني الى الطربيه الامر نعاود نقاطع عاوتاني ونقدر ندير باك حر مثلا. لا الاساتذه تقريبا كاملين ما لقيتش معاهم اشكال، حيت كيقول لك اصلا ما كاينش شي قانون تيمنع النقاب، يعني مشكل غير مع المدير بوحدو تيقول لي لا انا ما يمكنش لي نقبلكم بهذا اللباس هذا، تولي كاملين ليا في حركه، خصوصا انه فاش تزادوا الاخوات. اما انا كنت درتو داك العام ثانويه المربوح جدا مشترك، هذا العام عندي جدا مشترك، هذه عام وانا كنقول للمدير بغيت ندير النقاب هو كيرفض. جيت الوالده واخا مريضه كنجيبها دائما مريضه، وكتجي للمدرسه على قبل النقاب باش انا نقدر نديره، هو لا دائما وقف ليا في طريقي. وهذا العام فاش درته كنتعرض دائما كيقول لي جيبي باك، مع انا كنخاف فهمتي كنخاف وكنقول نجيب با. جيت المره الاولى با في الاخر كيبقى حكر عاوتاني جيبي باك. انا ضيقت من هذا الامر، دخلنا بثلاثه وفاش بينا ندخلوا قال لنا شوفوا يا اما تجيبوا لي الامر ديالكم ولا غادي يا اما تجيبوا لي الامر ديالكم يا اما غادي نوقفكم على الدراسه. بحال هذا الشكل يعني انت حنايا النفسيه ديالنا كتدمر في هاد الحالات هكا، كندخلوا بحال حنا مشكل علينا واحد العنصريه كبيره ما عرفتش دايرين كاع. هو النقاب حنا درنا على مرضاة الله سبحانه وتعالى، يعني ماشي هو ماشي من الشأن ديالو، وما كاينش ايضا واحد الوثيقه كتدل على ان النقاب ممنوع من المدارك، غير حنا بربعه، وكاين جوج استادات جوج استادات ما تيهضرش معاهم كاين الضغط علينا غير حنايا. يعني كما تنعرفوا حنا راه النقاب موروث ثقافي، يعني راه شحال هذا راه هو اللباس اللي كان، يعني راه هو الاصل وكما تنقولوا الباقي تقليد، يعني راه امهات ديالنا وجداتنا وداك الشيء راه كاملين كانوا تيلبسوا ما يسمى بالنقاب. هذا داكشي علاش حنا راه بالنسبه لشي ناس تيقولوا انه لباس دخيل المجتمع، ولكن بالعكس راه ماشي لباس دخيل، راه هو الاصل، وكما تنشوفوا هذا اللباس اللي ولا اللباس العصري راه هو اللباس الدخيل على الثقافه ديالتنا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.